السلام عليكم، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء نستهل هذه الجولة بالعناوين. القاهرة تؤكد دعمها للدور السوداني في محيطها الإقليمي والعربي والإفريقي. افتتاح مسلخ الكدر للصدر بالخرطوم كواحد من أكبر المسالخ على مستوى البلاد والقارة الأفريقية. ولاية الخرطوم تطلق حملة لمكافحة نواقل الأمراض بمشاركة قوات الدعم السريع. أهلا بكم. أطلع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المستجدات السياسية في السودان، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر، فضلا عن التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الانتقالية والترتيبات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه التحديات، مشيدا بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أعرب الرئيس المصري عن التقدير لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة الهامة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في التنمية، مؤكدا حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والإفريقي. وكانت قد بدأت بمجلس الوزراء المصري جلسة مباحثات رسمية بين البلدين، رأس الجانب السوداني دكتور عبد الله حمدوك، فيما رأس الجانب المصري دكتور مصطفى مدبولي. إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله إن لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية بالقاهرة كان لقاء مثمرا وناجحا، تم فيه تناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت أن اللقاء تطرق للأوضاع في السودان بعد نجاح الثورة وبدء الفترة الانتقالية، مبينة أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء شرحا حول التطورات السياسية بالبلاد والتحديات التي يواجهها السودان، على رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية ومساعي تحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد. وأبانت أن اللقاء تطرق لأهمية دفع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وترقية المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة. ومن ناحيته، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن المباحثات التي جرت بمجلس الوزراء المصري بين الجانبين السوداني والمصري ناقشت الكثير من القضايا التي تهم الشعبين، منها القضايا المتعلقة بالاقتصاد خاصة مشروعات الربط الكهربائي. وأوضح أن المباحثات ركزت على أهمية تواصل الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والكهرباء وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب التفكير في إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة على مستوى رواد الأعمال في الدولتين. وأبان البدوي أنه يجب التفكير أيضا في مشاريع استراتيجية كبرى لتشبيك الاقتصاديات الإقليمية، باعتبار أن السودان ومصر يمتلكان سواحل مطلة على البحر الأحمر. افتتح بالخرطوم مسلخ الكدر للصدر كواحد من أكبر المسالخ على مستوى البلاد والقارة الأفريقية، ويدعم المسلخ توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة بوقف صادر المواشي الحية وتعزيز القيمة المضافة من تصنيع اللحوم. ولأن البلاد تستشرف مرحلة جديدة عمادها الدعامة الاقتصادية، أرادت منظومة الصناعات الدفاعية وفي إطار احتفالات البلاد بأعياد القوات المسلحة 65 أن تضع حدا لتصدير خام الصادر لا سيما الثروات الحيوانية. فكان افتتاح مجمع الكدر لتصنيع اللحوم في سبيل جعل قيمة مضافة للصادرات السودانية. يعمل مجمع بطاقة إنتاجية 500 راس من البقر و 3000 راس وماعز من الضان في المناوبة الوردية الواحدة التي تصل مدتها إلى 10 ساعات، وستزيد هذه الطاقة بصورة فائقة مع انطلاق المسلخ الثاني قريبا إن شاء الله، إضافة لتقنيات التبريد الحديثة والمعامل والمختبرات. الذي أود أن أؤكده في هذا المقام هو أننا نركز على إعطاء قيمة مضافة ليس في الذبيح فحسب، بل في المعالجات الحديثة للأحشاء والجلود والمخلفات.
وهذا يعد أكبر مسلخ في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يأتي ضمن توجه الحكومة في إيقاف الصادر خاما وتعزيز الصناعات الوطنية واستيعاب الشباب. من المسائل المهمة إنها هي بتأتي في نفس الوقت اللي بنتكلم فيه عن إنه تكون في ما في تصدير تاني للمواد الخام، وإنه يكون لازم المسألة دي تتم، لأن المسألة دي كانت فيها هدر لموارد كبيرة للبلد، وصناعة اللحوم واحدة من المسائل اللي كانت بتتضح فيها إنه حجم الهدر اللي كان بيحصل، إنه كانت بيتم تصدير لحوم حية بيتم بعد ذلك تصنيعها والاستفادة منها من قبل دول أخرى والاستفادة والتعامل معها كمنتجات لدول تانية. الآن في فرصة كبيرة جدا من خلال الافتتاح المسلخ ده، وافتكر انه هو ذاته بدي يعني زي ما بيقولوا بيحفز القطاع الخاص. وعليه فإن السودان أمام فرصة ليتحول إلى مستقبل واعد وبتطبيق التجارب في مناطق الإنتاج. ناجي فاروق، الشروق، الخرطوم بحري، منطقة الكدرو. انطلقت بولاية الخرطوم حملة مكافحة نواقل الأمراض بواسطة الرش الرزازي بدعم ومشاركة لقوات الدعم السريع وبعدد 65 عربة مزودة بالماكينات. وأشاد والي الخرطوم أحمد عبدون خلال تدشين الحملة بالدور الذي ظلت تطلع به قوات الدعم السريع في خدمة المجتمع، وقال إن الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين ستعمل على تغطية كل محليات الولاية تليها عمليات الرش بواسطة الطائرات، وأكد على سعي الولاية نحو ترقية وتطوير البيئة وتنظيم الأسواق. الحملة دي إن شاء الله هتستمر لمدة أسبوعين، بعد الأسبوعين ده إن شاء الله هيكون المرحلة الثالثة من مقاومة البعوض والذباب والناموس وكل نواغل الأمراض. الحملة الثالثة هتكون الرش بالطائرات إن شاء الله في نهاية شهر 9 ومطلع شهر 10 إن شاء الله، دي المرحلة الثالثة. ونحن فخورين جدا بالعمل اللي تم في الفترة اللي فاتت من الأخوة في وزارة الصحة الولائية، وبرضه مشيت بالمجهود اللي قدموه اخواننا في القوات النظامية في دعم هذه الحملة وكل العاملين في العاصمة القومية. نشكر برضه الأخوة المعتمدين في السبع محليات والكوادر العاملة معاهم، حقيقة ده مجهود طيب. وبنشكر برضه اخواننا في منظمة الصحة العالمية الهو وكل فعاليات المجتمع في داخل العاصمة القومية. من جهته قال مدير إدارة الإعلام بقوات الدعم السريع مصعب أحمد محمد إن مشاركة الدعم السريع في حملة مكافحة نواقل الأمراض تأتي استشعارا للمسؤولية تجاه المجتمع وارتباطها بالمفهوم الشامل للأمن، مطالبا المواطنين بالتعاون والتجاوب مع الحملة، وأكد على مساهمة الدعم السريع في مثل هذه الأعمال حتى يتم الوصول إلى بيئة صحية معافى. نحن في قوات الدعم السريع بالمشاركة الكبيرة مع ولاية الخرطوم في إطار حملة إصحاح البيئة، في إطار حملة الرش في هذه الأيام، نحن في قوات الدعم السريع نحن مشاركين بعدد 50 عربة تجوب كل أنحاء ولاية الخرطوم. هذه الحملة يعني تعتبر ضمن الحملات اللي في جانب الشراكة المجتمعية الكبيرة اللي بتقوم بها قواتنا مع كل الركائز الموجودة داخل المجتمع من أجل إصحاح البيئة، من أجل بيئة نظيفة، من أجل تعاون مشترك لدرء الأخطار الكبيرة التي تأتي في هذه الأيام من فصل الخريف. تمثل إثيوبيا وجهة سياحية محببة ليس للسودانيين فحسب، فالمناخ الجيد والطبيعة الساحرة والإرث التاريخي الكبير كلها عوامل جذب للسياح، ساعد في ذلك عمق وتجذر العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ما فتح الباب واسعا أمام الأفراد والجماعات لتنظيم رحلات إلى المدن والأقاليم الأثيوبية. من بين هذه المرتفعات الشاهقة والطرق الأفعوانية والطبيعة الساحرة تنطلق الرحلة إلى أثيوبيا، أرض الحضارة والمنبع ومهد الهجرة الأولى.
كل هذا وزيادة جعل من أثيوبيا قبلة للسياح. أثيوبيا الجمال، أثيوبيا الجو، أثيوبيا الحضارة. حقيقة نحن مستمتعين جدا بالأجواء الجميلة، مستمتعين جدا بالزيارة دي، وزرنا شريط يمتد من الحمرة حتى مدينة مقلي عاصمة غريمة تجراي. استمتعنا بمناظر حقيقة خلابة جدا، يعني الواحد يعجز أن يتكلم عن الطقس، يعجز يتكلم عن المناظر الخلابة جدا. أثيوبيا طبعا السياحة فيها حقيقة مدعة. أفواج من السياح السودانيين تحديدا يتجهون إلى أثيوبيا جوا أو برا في رحلة تبدأ بالنهر عبر بالمرتفعات الشاهقة وانتهاء بجولة على المناطق الأثرية والدينية. والله أنا مبسوط جدا بالزيارة دي، وكان انطباعي جيد جدا لأنه تعرفنا على ثقافات جديدة وعلى شعوب جديدة. معروفة تاريخيا أرض حضارات وبها وزرنا فيها مناطق سياحية في قاية الروعة والجمال والتاريخ، ومنا استمدينا عبق التاريخ في زيارتنا لأثيوبيا. زرنا الأماكن المقدسة فيها والأماكن التاريخية والأماكن الحضارية. وينشط مشتغلون بالتفويج السياحي في تنظيم هذه الرحلات، يساعدهم على ذلك سهولة الإجراء ومعقولية التكلفة، إضافة للبنية التحتية القوية للسياحة في المدن الأثيوبية. فبندعو أخواننا في السودان لأنه يجوا أثيوبيا يزوروها يشوفوها، والبلد جميل جميل وآمن، والشوارع آمنة، ونحن بنقدم خدمات للناس، من خدمات سيارات، إيجار عربات، إيجار فنادق، كل ما يريح الناس في سفرهم نحن بنقوم به. وتشكل المزارات الدينية للمسلمين والمسيحيين وكذا اليهود عنصر جذب مهم للباحثين في مجالات الآثار والديانات، إضافة لهواة السياحة. أول مرة الواحد يزور أثيوبيا في مناطق المقدسة، مناطق جميلة جدا جدا ومناطق حلوة فيها روعة من الجمال، وفيها حاجات يعني ما تخطر بخيال البشر. فلذلك يعني أنا أتمنى من كل السودانيين اللي ما زاروا أثيوبيا ولا شافوها، يعني زيارة ما مكلفة وزيارة بسيطة جدا جدا. لو الواحد من كل يوم وفر له حاجة أكيد في نهاية الشهر شهرين بيقدر يعني يمتع نفسه. المزايا التفضيلية التي تتميز بها أثيوبيا في مجال السياحة من مناخ معتدل وبيئة سياحية مناسبة تجعلها قبلة للزوار من مختلف دول العالم. محمد الفاتح الشروق، شيري، أثيوبيا. وبالطبع مشاهدي الكرام، السياحة يعني استثمار، أصبحت وسيلة جذب ومورد هام للعديد من الدول. نحن في السودان أيضا نستثمر في السياحة، وخلاف ذلك لنا ثروة حيوانية ضخمة، والآن بالطبع كما تابعتم في تقرير سابق لمسلخ الكدر، أكبر مسلخ الآن على مستوى السودان والقارة الأفريقية. نلقي الضوء على هذا الموضوع. ينضم إلينا داخل الاستوديو دكتور ياسر يوسف عليان، الخبير في قطاع الثروة الحيوانية. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. نعم، سادة الضيوف والمشاركين جميعا. بالنسبة لهذا المسلخ يعني يعتبر من أكبر المسالخ على مستوى القارة الأفريقية، ما الذي سيضيفه لخزينة الدولة تحديدا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، والناس والسودان يبتهج بافتتاح هذا الصرح، إنجاز لنا أن نقول ذلك، يعني في مساهمة لقطاع الثروة الحيوانية. هي خطوة أولى في المسار الصحيح بلا شك، ولكن لا بد لها من خطوات أخرى. مسلخ الكدرو لو جينا نظرنا له من نظرة تاريخية، مسلخ الكدرو تعمل في السبعينات كمسلخ بالحجم، تم توسعته أيام جعفر نميري، كان محجر صغير، وبعد ذلك جاءت إضافة له المسلخ وكبر المحجر وإلى ذلك، والآن تمت هذه التوسعة الكبيرة حقيقة اللي تقدمت بها شركة جياد، مشكورة لها مساهمتها في هذا القطاع الكبير والنقلة الإيجابية اللي هي في الاتجاه الصحيح والخطوة الكبيرة التي نحن فيها.
ولكن أقول نحن في السودان إلى حوجة إلى 10 مسالخ مثل هذه المسالخ، ليس مسلخ واحد. نحن لضخامة الثروة التي يمتلكها السودان. السودان هو يمتلك أكبر قطاع للثروة الحيوانية، يمتلك ثروة حيوانية تعداد يفوق 100 مليون، يمتلك ثروة سمكية بحرية ونيلية وغيرها، يمتلك ثروة بتاع الدواجن وداجنة مختلف أنواع وأشكال. وأنا بفتكر أن السودان يحتاج، ولذلك أنا محية بقول هذه هي نجمة أو لمبة في صالة كبيرة جدا نحتاج أن نضيء كل هذه الصالة. ولذلك الاتجاه الصحيح والخطوة الإيجابية لابد أن نشجعها، ولكن أقول للمسؤولين أنه لابد من أن يكون لنا مثل هذا المسلخ 10 مسالخ أخرى، وتكون متكاملة بالتصنيع لكل منتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية اللي هي الجلود والأظافر والمخلفات الأخرى والسماد والكرشة ومخرجات الكرشة الحيوان ده بالمناسبة في كل دول العالم المتقدمة والمتطورة. وأنا حقيقة أدعو القطاع الخاص والدولة أن تساهم بصورة فاعلة وتدعم القطاع الخاص الداخلي والخارجي أو المشارك القطاع الداخلي مع القطاع الخارجي، وتقدم لهم الدعم بصورة عاجلة جدا حتى نستطيع أن نسد الفجوة الاقتصادية. وأنا أؤكد أنه قطاع الثروة الحيوانية يستطيع أن يسد الفجوة في ميزان المدفوعات بين الإيرادات والمنصرفات إذا استطعنا أن نوجه هذا القطاع في الاتجاه الصحيح ونوظف ما تخرج به أو يخرج به هذا المسلخ في صادراته وخلافه. كنا نصدر يا دكتور إناث الضان في وقت ما، وصلنا إلى هذه الدرجة، وأيضا العديد من المواشي الحية كانت تصدر. الآن إلى أي مدى يمكن أن يحجم هذا المسلخ هذا الدور في تصدير المواشي الحية؟ كنا نصدر الإناث، وهذه كانت غلطة كبيرة جدا، كانت كارثة على القطاع، وكانت نزيف يحدث للثروة الحيوانية. الآن نصدر الحي. في قرار سابق إنه سنة 2020 يجب أن يقيف الصادر الحي. أنا أتمنى إنه القطاع الاقتصادي في المجلس السيادي برئاسة الأخ اللواء جابر، أتمنى قطاع الاقتصادي على مستوى مجلس الوزراء أن يعمل في هذا الاتجاه بصورة واضحة. إن لم نستطع في 2020 يجب أن يكون أن لا يتجاوز 21. نحن الآن في حوجة ماسة زي ما ذكرت لك، إذا نحن دائرين فعلا نقيف صادر الحي، لأنه إخوانا في إهدار لصادر الحي بما يتجاوز دبل 10%. بمعنى إنه إذا كان الحيوان أنا بصدره ب$100 الخروف الضان، المخلفات بتاعته بتجيب لي ما يقارب $200. المخلفات بتاعته بتجيب $200 جلود وسماد وكرشة وراس وصناعات أدوية وصناعات خيوط بتاعت سيرجري بتاعت خيوط جراحات. الحيوان لا يتبقى منه شيء. لو استطعنا أن نستغل هذا الحيوان استغلال الأمثل نستطيع أن يساوي حيواننا $300 وليس $100. نعم، بمناسبة الاستغلال الأمثل، يعني بالطبع كانت هذه الثروة أو الثروات الضخمة خاصة الحيوانية فيما يتعلق بقطاع الماشية كان يمكن أن تسد فجوة كبيرة في الاقتصاد السوداني، ولكن لم يحدث ذلك. ما المطلوب الآن في هذه المرحلة الجديدة؟ المطلوب الآن وضع خطة عاجلة جدا تتمحور في مراحل، في على المدى القصير، على المدى المتوسط، على المدى الطويل. يكون فيها مراقبة ومتابعة ومحاسبة من قمة الدولة لأصغر إنسان في هذا البرنامج يعمل حتى نستطيع أن نقفز القفزات المطلوبة. المطلوب الآن أنه نحن زي ما ذكرت لك بدل مسلخ واحد يستطيع أن يعمل هذه المنتجات، لأنه 1500 رأس ليس بالعدد الكبير. نحن بنسبح أكثر من ذلك، والعالم محتاج لأكثر من ذلك. الدول العربية حوالينا دي فقط، وثروتنا مرغوبة في الخارج. تحتاج لثروة للحوم ومنتجاتها إلى أكثر من هذا العدد. ولذلك أنا أعيد مرة أخرى إنه نحن محتاجين لعشر مسالخ بهذا الحجم. ونستطيع، علاقتنا طيبة جدا مع إيطاليا، علاقتنا طيبة جدا مع إسبانيا، علاقتنا طيبة جدا مع تركيا. هذه هي الدول اللي هي عندها يعني جانب متطور جدا في مجال
السلخانات والمدابغ. نعم. وانا عندما اذكر المدابغ اتحدث على ان الجلد الجلود نحن لو استطعنا ان نتعامل معها المعامله الصحيحه، ننظر شرقا وننظر غربا للدول اللي حوالينا في افريقيا التي لا تمتلك هذه الثروه الحيوانيه التي نحن نمتلكها. هي الان بتصدر، يعني لو قلت لك تونس تمتلك 5 مليون راس من السلخانات. الان تونس تصدر بما يقارب 8 مليار دولار سنويا جلود. بتجيبها من وين؟ هذا سؤال كبير جدا حقيقة يجب أن نجاوب عليه، ويحتاج إلى حلقات بالطبع، لأنه حقيقة زي ما قلت لك نحن عندنا ثروة حيوانية، عندنا ثروة لما نتحدث عن الثروة الحيوانية تحدث عن الضان والماعز والإبل والبقر يعني تخيل يعني الثروة الحيوانية، يعني تخيل عن الثروة السمكية، عن الثروة السمكية يعني باختصار نريد إدارة حقيقية ونريد زيرو فساد. لابد زيرو فساد. لابد من مراقبة، متابعة، محاسبة. أشكرك. خط برنامج حتى نستطيع أن نصل إلى ما نبتغيه جميعا إن شاء الله. دكتور ياسف يوسف عليان الخبير في قطاع الثروة الحيوانية، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونلتقي إن شاء الله مرة أخرى. بارك الله فيك. شيع آلاف السودانيين يتقدمهم وزير الإعلام فيصل محمد صالح اليوم، شيع جثمان الفنان الراحل صلاح بن البادية إلى مقابر ضحية أبو قرون شرقية العاصمة الخرطوم. ورحل ابن البادية في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 82 عاما، خلف خلالها عشرات من الغنيات السودانية الخالدة. وتقاطر قادة العمل الحكومي والفني والسياسي ومحبي الراحل إلى منطقة أبو قرون لإلقاء نظرة الوداع على الراحل. ووري الراحل الثرى في مقابر خاصة بمشايخ منطقة أبو قرون. ينتمي ابن البادية إلى أسرة متصوفة، وقدم خلال مسيرته عددا من الروائع في فن المديح. مشاهدينا، فقرات السودان هذا المساء متواصلة معكم وفيها عقب الفاصل. الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بشمال كردفان تدعو لتوفير مدخلات الحصاد لمحاصيل زراعية بأم روابة.